جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. قطرات الندى، سلوان محمود. هنا القاهرة. سلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفل. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. كلمتين وبس. إلى ربات البيوت. زيارة لمكتبة فلان. آمال فهمي تقدم لكم على المافيا. لغتنا الجميلة. قال الفيلسوف: كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. سألته يوما عن أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. زغلول يقدم لكم مسرح المنوعات، برنامج جماهيري يكتبه لكم عبد الجواد الضاني. سيداتي وسادتي، نحييكم من مدينة بورفؤاد، ولقاؤنا هذا الأسبوع مع طلبة كلية التجارة بجامعة القناة، ويسعدنا أن نستجيب لدعوة الأسرة الذهبية لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان الغلط فين. في هذه الفقرة ثلاث غلطات
اللي بيكتشف الثلاثة مجتمعين ويصلح الثلاثة مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 40 جنيه. الجائزة في هذه الفقرة زي كل فقرات البرنامج جائزة متضاعفة، بتبدأ ب10 جنيه للي يحل الغلطة الأولى ويصلحها، ال10 جنيه بتتضاعف تبقى 20 جنيه، وال20 جنيه بتبقى 40 جنيه. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. زكية الغبية، حلقات فكاهية من تأليف عباس الأصواني وإخراج محمود يوسف.
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من قرى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أحيما المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وفضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق.